I've been to Jeddah for 1 year now and seen it grow and seen myself grow. I've learned so much, everything from Arabic to cook food to meeting all amazing people from all around the world. It's such a great place to meet people. It's become like a living room where you can just hang out, be yourself and have fun. So thank you, Jeddah, for 1 year. Jeddah is just a place where you can be yourself. And for me, it's very important to have this place in Amman, because Amman sometimes is so busy and stressful. So Jeddah is like an oasis. جدل المكان إذا فت عليه مرة ما بقى بعود فيك تطلع منه، لأنه فيك تلتقى فيه بعالم روعة. فيك إذا عندك أفكار فيك تعملها هون. ودائما بس إجي لهون بحس حالي بالبيت، وكثير تعودت بسرعة على المكان. وأصلا ما فيك ما تتعود عليه، لأنه بجنن. Island of peace in this crowded city, so I love this place a lot. Enjoy every moment I'm here. Yep, that's it. جدل هو أحد المحلات يلي بفوت عليه مين ما كان مين ما بشوف ما ضو يكون بعرفه بسلم عليه بقعد معه ما في أي حواجز بفتح أي موضوع. كل العالم اللي بتكون موجودة هن أصدقاء حتى لو أول مرة بلاقيهم. من المحلات يلي بتحس عن جد حالك قاعد ببيتك، قاعد بين رفقاتك، قاعد بين زملائك، ما بتحس بأي غربة، كأنك رايح من بيتك طالع من غرفة فايت على غرفة تانية. الحلو بجدل إنه كل العالم بتعاملك بنفس الطريقة، مو بس أنا الوحيد اللي بيجي بحس هذا الشعور، كل العالم عندهم هذا الشعور، كل العالم عم تبتسم، كل العالم مبسوطة، كل العالم ما عنده إحساس بالغربة. بحس أنا شخصياً ما حدا بحاسس بالغربة جوا جدل، كل العالم اللي بتجي بالعكس بتنبسط، واللي بيجي أول مرة بيجي ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، لأنه كلهم بحسوا بهذا الشعور اللي بالفعل بحسه موجود بهذا المحل. Alright. Hi, my name is Anna. I haven't been here for a long time. I've only been in Amman for about a month, but being here is really good, and that has a lot to do with the Jeddah Center, because it kind of feels like a nice bubble inside of Amman. I study at the GTU. I am in different places, but being here feels always really good. When I come inside here, they're always friendly, and I always feel welcomed, and I'm doing my language course there, and it's just feels really good being here, and yeah, feel really welcomed. It's a really nice place. هو بيتها الثاني أكثر من بيتها الثاني. جدل هو الأفكار اللي نحملها ويمكن نطبقها بمكان هو جدل. جدل بيجمعك بعالم، عالم جدال، عالم بيجمعك نفس فكرة، نفس الأهداف اللي عندها. جدل هو مكان للراحة بعيد عن المدينة، بعيد عن سكان المدينة. جدل مكان الإبداع. جدل عالم ثاني، عالم مصغر، عالمك انت ممكن تعمله، معك مساحه لكل شيء ممكن تعمله. جدل هو مساحه ممكن تنقل فيها افكارك لواقع ملموس، فيك تتطور، فيك مساحه مفتوحه لتعمل فيها كل شيء.
وبنفس الوقت جدل بيكبر بهيك عالم ممكن تنقل أفكاره وتمارسها بهالمكان. فيني أقول كل عام وجدل بخير، بس كمان بقول إن شاء الله السنة الجاية جدل أكبر وأكبر. جدل هو بدأ كفكرة أو حلم كان مليان تحديات، وهذا الحلم عم بيكبر يوم ورا يوم وعم بيصير أجمل. ما توقعت إنه خلال سنة واحدة إنه يوصل لهاي النقطة. جدل هلأ في حواليه ناس كتير رائعين وقدر يخلق وسط مختلف وجميل كتير، ويعني هاي هي الفكرة جدل، يعني أو إحدى أفكار جدل الأساسية أو الأهداف اللي طلع جدل لأجلها، إنه يخلق وسط مختلف من الناس ويجمع ناس مختلفين وجميلين يقدروا يعملوا شيء حلو بهذا المجتمع، وقاعدين بنحقق إنجازات كتير كبيرة خلال سنة واحدة. ما توقعت إنه ننجز كل هالإنجازات اللي أنجزناها، وتجاوزنا كتير تحديات وكتير صعوبات خلال هاي السنة، وبأمل إنه نقدر نتغلب على كل التحديات اللي بتواجهنا في ظل هذا الوضع الصعب كتير. وبتمنى إنه المشروع يكبر ويستمر والناس تحبه أكتر ويهتم حواليه ناس أكتر ويظل يعطي ويساعد ويفتح مساحاته للشباب وللإبداع وللفن وللمعرفة، ويكون هاي البؤرة اللي بتجمع كل الناس المهتمة بالعمل الحقيقي اللي بقدم شيء مختلف. يعني مبسوط أنا من الإنجاز اللي وصلنا له لحد هلا، وراضي. لسه في تحديات كبيرة وبأمل إنه نقدر نتجاوزها كلنا. وكل عام جدا. Good people, good music, good place. السلام عليكم. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.